مهند الأحمد، رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام. تقوم الآن الجمعية في حملة الطبقة أجمل بأعمال الدهان كما ترون الآن، ومحو آثار الظلام الذي كان سابقا على هذه المدارس، حيث هذه المدرسة تعتبر كانت سجن للحسبة، والآن سوف نحولها بإذن الله إلى مركز التعليم. سوف تقوم الآن الجمعية بإزالة الظلام واستبدالها باللون الأبيض، اللون المشرق، إعادة جمالية المدينة وروح المدينة إليها بعد أن فقدتها طوال 4 سنوات عاشتها في ظلام دامس. تقوم أيضا الجمعية ضمن إطار هذه الحملة بتوزيع بروشورات توعوية إلى أخطار الألغام المنتشرة في هذه المنطقة، إلى مهام التعليم وأساس التعليم، إلى دور المرأة واحتياجات المرأة.